بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان إذا علم أنه مصاب بالعين أن يقرأ البقرة في الصباح وفي المساء، وماذا يفعل إذا علم أنه مصاب بالعين ولا يعلم من الذي أصابه؟ نعم، عليه بالرقية، عليه بالرقية بقراءة الآيات مع النفث على نفسه، قراءة سورة الفاتحة وتكرار سورة الفاتحة وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر هذا ويقرأ من القرآن ما تيسر، البقرة وغيرها، والله جل وعلا يشفيه. ثم أيضا يا إخوان، ليس كل إصابة تكون بالعين، لأن بعض الناس عنده أن العين كل شيء. لا، هناك أمراض، هناك أشياء كثيرة، ليس كل شيء هو العين. فلا يصير عندكم تحفز من العين ووساوس من العين دائما وأبدا. نعم، الإنسان يأتي بالأوراد الشرعية ليحتمي بها من العين وغيرها من المحذورات صباحا ومساء.